شرينا دفاتر اللي طلبتهم المس وشرينا الاشياء اللي طلبتهم المس منا مثل الانجليش مثل العربية. خلينا نفرجيكم اياها. تعالين تشوفوا السبرايز 1 2 3 شرينا المول يونيكورن. يس هاي زي اسمها صوت وانا كمان افرجيه احفرجيكم دفتري العرب. طلع احلى كثير حلو رجوكي 60 صف. يلا وان تو تري. هذا بتعرفوا ايش؟ دفتر الرسم. مكتوب drawing book. برافو. يعني دفتر الرسم بدر هو اكتب اسمي صح. وصفك ومدرستك وهيك. yeah! انا كمان دفتري هذا تبع الانجليش. جايز عندي دفترين انجليش نفس الاشي كثير حلوين. وهي دفترين الانجليش طلع من جوا كثير حلو توتي 60 يلا وان شو تعدين؟ واو هديك تعرف شو هاد؟ عدات وهلا مثل يعني هاد اثنين هيك اثنين هيك ثلاثة هيك ثلاثة هيك صفر هيك بيصير إذا حطينا واحد بيصير واحد إذا حطينا اثنين بيصير. طب شو دي؟ اثنين زهرية. يلا حط اثنين زهرية. رجع كل اشي صفري كل اشي صفر يلا صفري الأخضر والأصفر كمان صفريهم. يلا حطي اثنين زهري يلا واثنين أصفر يلا كم الجواب؟ برافو يا عمري شطورة. هذا جبته دفتر العربي بدي احط عليه ستيكرز كرومي بدي احط عليه الطوابع. يلا حطي طابع يا توتي. حط هذا الشيء. جايز حطوا هنا ماي ميلدي. صح اعطي له شيء. وين حطيت الطابع؟ راح احط الستيكر احطها هنا. تمام احلى صار كثير حلو. كمان راح احط كثير ستيكرز. شوف هاي لا مو حلوه. هاي دفتري الرسم طلع احلى راح احط عليه ستيكرز كرومي وطوابع كرومي. يا جايز راح احط هلا الطابع وهلا حطيت الطابع. شوفوا كيف صار دفتري طلع احلى صار دفتري. كرومي وشاهد ماي ميلادي طلعوا احلاهم. هلا لازم نحط الماي ونحط كل شيء بالماي ونختار اللون بدنا وبعدين نلونها ونعلقها على الحيط. حطيت لها شوي ماي بدي احط هلا لون بينك. ياي هلا ياي لازم أكتر. هدول كل الألوان.